Flatisa was taken. Flatisa was taken. Flatisa was taken. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع دقيقة على طارق طيسة وستر. ندير لكم صوت جديد. بسم الله. الله يا أخي أقسم بالله أفحمكم. وش اللي طلع في الشاشة؟ أصبروا. أوكي خلاص والله أفحمكم بالصوتيات حقتي. كل يوم جايب لكم شيء يعني ألعم من اللي قبله. عليكم السلام جميعا. أهلا وسهلا شات كبير. والله أنا تعمدت أكبره صراحة. كبرت الخط وخليتها على الزاوية بحيث انها حاولت انها ما يغطي كثير. او ممكن اعدل عليه اذا كبير بزيادة اعدل عليه بدل البث. بس اليوم الظهر كنت قاعد اسوي تجارب عليه. ودنا يعني عشان مثلا اللي بيشوف البث في العادة او حكم كثرة المطعنين عندي في الشات اللي يلقمون باند. عشان يشوفونه يعني كويس ويكون واضح عليه. واهلا وسهلا جميعا. عليكم السلام اللي سلم. يلا حيهم بتبث وقت ما تمرصوني خسون. انا عندي بقاق يا معاذ، عندي بقاق وراح ابث مؤتمر سوني. يعني بالله يعني في مخك انت وش الاهم؟ قيمها في بالك. بسم الله. اتوقع ما في احد اشترك في البث الفلاني. الحمد لله ما عندنا شيء نشغله. يلا حيا جماعه اهلا وسهلا خسون سوني. نعم هذا الكلام. ليه احس صوت اللعبه عالي اليوم؟ عربي جنون. عرفت ليه عربي؟ عربي لا عرفت ليه الصوت عالي. شكرا يا لب. بونجور مسيو بوسيكات. يا فضائي. طيب كان صبرت اشكر لمرؤون وبعدها سوي اللي تبغى. يعني انا فعليا وقتك كان كويس لاني ما احتاج اتكلم ببدل حساب. بس اصبر اشكر الرجال. شكرا لمرؤون. يبغى لي ادخل بحساب ثاني. عليكم السلام. لا ما قفل السيرفرات بس مخلينها لي الظاهر. يلا حي ابو وتد. مش كمان تذكرني ببدل حساب. ليش دخلني ذا الحساب ما ادري. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. يقول لك ادخلوا اللعبه على ما سجل دخول بالحساب الثاني. خلاص على الامتار الاخيره. عليكم السلام جميعا. يلا حيهم. دحكس موجود؟ والله ما ادري اذا هو موجود ولا لا. بسم الله. قفل ستيم وافتح اللعبه. ويلا حي الجماعه. يا اهلا وسهلا. ليه ما تلعب يا مجود؟ مساء النور يا فهد. اهلا وسهلا. يلا حي. مساء الخير يا صانع فرحتي. على راسي وشكرا على التجديد. قلب ابيض وقلب ابيض. الشهر الثالث عشر على التوالي. على راسي يا فهد شكرا. ويلا حي الجماعه. من اللي جاهز اعطونا اساميكم عشان نشوف هي سولو ولا سكواد ولا كستم ولا زفت. شوي بخش. انا قلت كلامك في البدايه منصور. بحاول اطول. بحاول ان قدرت اني اكمل الساعه 12 مثلا. وخلاص. اهلا وسهلا شكرا فلو. من بقير مدري والله وينه. ظن يلعب اوفرواتش. بسم الله. الصوتيه هذه معرض ما يا رجال معرض تيد فشار. اهلا وسهلا ويلكم باك. حي الله الصياد. وشكرا يا مجهول بعد. شكرا شكرا. يلا حي يا جماعه. طيب على بركه الله. ايه يا شيخ هذا الحساب اللي كذا موسيقى هادي ما في زعاج. هذا حسابي اللي انا اعرفه. ايه والله لا غيرك. والله حتى لو ماني بلاعب والله لا غيرك. مثل المعرض بعد بقاق. بتشوفون المعرض يا شوفوه لايف يا شوفوه بكره عاد او بعد البث. عليكم السلام شكشوكه. هايب ترين. هايب ترين لما تصير اشياء ورا بعض بتسات وقفتات واشتراكات يجي هايب ترين. فكل ما يسوون اشياء يزيد الليفل حقه. طيب عليكم السلام جميعا. يلا حيهم. تعال ابو سلطان تعال العب. تعال ابغى اشوفكم دجاجه زي البث ذاك. والله يا كنت كيوت. انا جاهز. يلا حيوا. عليكم السلام. طيب عندنا دارك صح. اعطوني اللي بيلعب يكتب لي الحساب حقه اللي بيلعب الجيم الجاي. طبعا كالعاده الريجن خلوا اوروبي وغالبا سولو اذا العدد قليل. لما يزيد العدد
على جيمين ثلاثة ونحول سكواد زي مثل راه. قراطيس بيجي والله أتوقع إن شاء الله أنه بيجي وبيدعسكم كلكم. قفلت اللعبة حلو بسم الله. في شيء تفاعل في البعوصية؟ لا ما في شيء تفاعل. ليه قفلت اللعبة ما أدري. إن شاء الله أنا ما أتقفل مرة ثانية. لما أدي بثي بث الجمعة يا فسد. عليكم السلام. أنا بتأخذ خذ راحتك. طيب عندنا مجهول. عندنا المروانة. شكراً يا المروانة وشكراً يا بروبت. شكرا نمرون على راسي وشكرا بعوضة وشكرا يا هرميس. اتوقع اني بقفل حق الصوتية هذا لو علقت اللعبة مرة ثانية لفترة ما بث. اتوقع اخر جمعة بث يبث 12:30 دائما لان اتذكر كان في اشياء تتذكرها لعبة الطقق حقت السيارة كان في اشياء اذا تفعلت تقفل اللعبه وتوقع هذا اللي صاير مع بقاق لانه اول مره تقفل عليه بالشكل ذا. لحظه لحظه في فوضى قاعده تصير في فوضى قاعده تصير. قفل هذا سوري لود اصبر تنقفل اللعبه متدربه خربانه تشتغل عندي. طيب الحين نسوي كذا. ليش حط حسبها 19 ما ادري ليه بس شكرا هرميس. بسم الله نرجع نفتح بقاق. واضح انه بث من البدايه زي الزفت. حسبها 19 وحسب واحده زياده الجهاد لحالها مفصوله. طيب اشتغلت اللعبه. قط اليمين وش فيه؟ والله انا رهيب. شكرا يا هرميس، شكرا يا بعوضه، شكرا يا علي. سمعني. في واحدة اسمها هنا تزوجت صار اسمها هناك. الو. في واحدة اسمها نهلة. نهلة. كبرت صار اسمها بعوضه. بعوضه. الو. شكرا يا حبفي. مكرونة تهاوشت مع زوجها. حلو. خلاص. انا بروح اندومي. فيه واحد نام وهو تعبان. صحة وهو تمساح. شكرا يا علي. 11 دولار و11 سنت. شكرا على التحية كبيرة لأعظم ستريمر موجود فساحة قلب أحمر. ودي أقول من بعدك بس مش كأنك ما تبث. ريجن ربي سولو هذا اللي بنسرش عليه بعد شوي. إذا كتبت لكم في الشات 3-2-1 نبدأ. إذا قفلت اللعبة بحول البث دارك سولز والقموا يا بقاقين. عليكم السلام يلا حي. أوه القمار شكرا يا شوقن. شكرا انك ذكرتني. بسم الله. احسن مركز يفوز. احسن مركز يفوز. على الاغلب البث الاسبوع الجاي يمكن ما في بقاق. ليش انا كتبت البث ازرق؟ فاللي بيشارك يعني يحاول نسمح له الوقت يشارك المره هذه. بناخذ راحه. لان هذه ثاني مره خلال يمكن 7 ايام او 6 ايام. ف عشان كذا ليش اليوم؟ اليوم لان بكره ببث عصر. العصر ما تنفع البقاق يعني يوم جربت البث الأخير ما ينفع بث بقاق عصر فقلت بث اليوم وخلي بكرة دارك سولز. عليكم السلام أنا تساله. شكرا يا عبودي عبود في. وعليكم السلام يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام مساء النور. وعليكم السلام بسم الله. أبي أجد مجود. والله إذا بتجد أجد الحين. 3-2-1 سرش. أنا ما أخذت حساباتكم كلها. اللي أعرف أن دارك بيدخل وتنشي ومجهول وبس هذا اللي أعرفه. بس جوا الجيم بعرفكم أتذكر الأسماء. ما عندي بطلة الله يستر عليك. بسم الله خلينا نشوف التصويت. السيسي 51,000 أحمر وشوقن 87,000 أزرق. ما أدري ليه كذا من البداية. إذا هم بيشاركون يعني أنا أتفهم
بس ما ادري هل واحد منهم بيشارك ولا لا. سكيل ديسيبلد لان اللعبه علقت علي واتوقع انها قفلت بسبب البرنامج فاحتياطا بقفله. وبكره دارك سولز ان شاء الله نرجع. ويلا حي مجهول اهلا وسهلا وعليكم السلام يا علف. جاي قامر وانام نوم العافيه. اتمنى يفوز واحد يفوزك لان 87,000 كثيره. يعني شوف حتى السيسي اللي هو خصمك في التيم المقابل مضحي يبغاها كلها لك. آخ طيب لو مرعونه كذا على طول قدام وجهك عبودك خلاص صرنا نعرفكم ما يحتاج تكتبونه. وأحمد ليفايثن هذا كان تبعنا؟ لا ما كان تبعنا. ودارك صح. هذا عندي، هذا عندي في الفرند، هذا بسم طويل اللي قدامي بس إنه مو بتبعنا. دائما أشوف يلعب بقاو. طيب من فيه؟ بس بخلونا كذا على نفس الوضع. أهلا يا مجلان يلا حيا على نفس الوضع. إذا زدنا حولنا سكواد. أبو مجهول يلا حيا أهلا وسهلا. شاب أصبر والله دخلنا عاد ما نقدر. شاب تشوفني على هذا ألعاب كبار يا هيمان، ألعاب ناس تعرف تختار ألعاب، فما أتوقع أنك بتكون موجود هنا. أنا بالسفينة الثانية. كيرا موجود؟ لا لا في عدد، في عدد، في عدد يعني على الأغلب الجيم الجاي ولا اللي بعده نحول إن شاء الله. نحول سكواد. ذيك المرة والله سكواد كان حلو، اللي كذا يخلط لك أربعة من الشات ما تدري مين مع مين ويصير الوضع كذا عشوائي. ما تطلع لي الإيموتات ما أدري ليه. في علة عندي اليوم في البث. عليكم السلام شكرا يا تيكوف يلا حيا. هل تعلم إني ولا مرة حضرت بث البقاق؟ والله كثير منها ما عليها حسوفه بس اخر يمكن ثلاثه هي اللي حلوه. عليكم. يوم صرت اخلي الشات يلعب واتفرج. شكرا يا تيكو. دقيقه بسوي ريلود للشات وبسم الله. هذا توقع مجهول. مجهول بتت بشكله في التصوير والله ما ادري. لا الحين سويت ريلود وطلعت لي. بسم الله. هذا واحد اثنين خلونا ثلاثه دارك صح. حط رجلك. الثلجه 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 يا كبير اسمع الكلام. برجع لك يا دارك. ثلاثة أربعة خمسة ساكازوكي ستة. أوكي عندنا ستة من الشات. هذا أول بق طلعت بجيم ثاني. ألقم شكلك ما حطيت ربي أو ما حطيت سولو. ليش ما تلعب البثوث الأخيرة كذا؟ أنت حلو تفرج على الموجودين في الشات عشان اللي يجيب أحسن مركز نخليه يفوز بالقمار. هذا أول بث بقاقة تابعة. والله عاد احساسي انا في بدايه البث بس احساسي انه مو بصاير احسن بث لاني ما قلت لهم من اول. يعني البثوث اللي راحت كنت اعلمهم قبلها حتى باسبوع انه في اليوم الفلاني في بث بقاق لكن هذه لا ما قلت. دقيقه تاكد. لا لا مو موجود مو موجود. مشيت عليهم كلهم اسمك مو موجود. مات مات احمد مات احمد مات احمد. ثانيتين 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 ترجع. ما تحيل وتطلع له يا احمد. يا اخي كبير والله وحش. انا ليش اعلمك كنت عارف تلعب؟ اركب حصانك والحق اذا تسمعني. طيب طير وراه عندك طيران. اوكي بيرجع بيشيلك. يؤسفني اني اقول لك كذا يعني بس دائما اللي يرجع من دجاجه يكون له افضليه اذا كنت متدمج يعني. سافر الرب سولو والله غريبه. مفروض طالما انك سرشت بنفس الوقت يدخلك. ما اتوقع ان البث مأخر عندك خاصة انك بتكون من بي سي. ليه ما يهيل ما ادري. مع الارتباك احيانا تجيب العيد في القرارات. عادي معذور وانا ضاغطة بالسبكتيت فخلنا نتفرج على حد ثاني. ساكازوكي لوت. مجهول عنده دجاجة. دجاجتين. قوي قوي مجهول. عليكم السلام جلبوح. عليكم السلام سويستون اهلا وسهلا. عليكم السلام بنجوين يلا حيهم عبود. لا والله العيال مدهرين يعني عيال الشات وربي فخور فيك. شوف دارك صح ما مات ما شاء الله كان دمه صفر. وربي كوين. عليكم السلام يا عزوز. طيب من باقي؟ أوليفيرا هذا مو تبعنا. لمروني فر. شوف وين نازل في البر. الجيم الجاي انا الفايز. اوه شلم بوح جاي خلاص عرفنا الفايز الجيم الجاي. يهي تبك يهي تبك تبك تبك
عندك رقصة شيء ولا ما عندك؟ بس هذه كتر خيرك نزل مكاني، هذا مكان الجبنة من اللابتوب الزبالة حقي على جهة لا بقاق، شغلها بمايكرويف. بسم الله خلنا صمت الجوال عشان ما يشغلني. ايوه هذا مين؟ عبود. اوكي عبود شال واحد ودارك شال واحد. لا والله العيال مدهرين ذا الجيم الصد، مع ان العدد قليل بس يعني ما حد منهم بات بدري وهذا شيء كويس. طيب نرجع نعدهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة نفس ما هو. ها متى بتجي منصور؟ الساعة 10؟ أبغى واحد عنده أكشن. واضح الجيم أطفش منه ما فيه، يعني غير الستة اللي من الشات هذا فيه، ويمكن اثنين ثلاثة غير الزبدة الأوادم اللي في الجيم 10 10 من الأربعين الباقين، يعني في 30 بوت تقريبا الجيم. ايوه ايوه اوليفيرا، مات اوليفيرا. هذا اللي عنده مين؟ لبرونو. دكتور تعال شارك معنا. اوه عكاز جاي، عكاز جاي، شكرا يا دكتور. اجلد. اوكي خلاص رجع. هذا ابو همر منه، ما ودي اغير الكاميرا. سوكازوكي سوكازوكي يا حلوه يا قطه. طيب دقيقة، هذا الحين نازل هنا يمين مرة مجهول. عبود هنا في كروسنج. اكتب اكتب حلو. دارك صح هنا في نمبر 4. ايوه دارك صح عنده واحد. نمرون ودارك صح. تبغى نستريم سنايب؟ تعال استريم سنايب عادي. اهم شيء يعني تشارك الحدث. مرونة تعرف تفنش؟ لا هذا مو من مرونة صدق. كان بعيد، كان في البر، إلا لو مشى بسرعة ما أدري. دار كذا ملفل في بيرك، إلا والله لو مرونة المعرق المريض قاعد يلاحق فيه. طيب راح واحد من الشات، بقي خمسة. إذا ملفل وارير عندك بيرك اللي يرجعك وانت دجاجة أسرع. خاف انجلد؟ تعال انجلد وش فرق؟ فبيفيدك، بيرجع كسرة بخمس ثواني. الساعي فنش، هذا مهارة دارك لأنه قاعد يسحب على الخشب. أحمد في ترينيتي قاعد أشوف أماكنهم. نكمل. سيكازوكي في فالي مجهول، لازال على الطرف أو حول كولد مست. الزبدة ما في أي اثنين قريبين من بعض، هذا اللي أبغى أوصل له يعني. لكن اذا بعد ما تصل الزون اتوقع يتقابلون الثلاثه اللي هنا اللي هم عبود واللي كان في فاليو ما ادري من نسيت منه، ساكازوكي اظن ومجهول. باقي ما لفت الوارير، تعال باي شيء. الله اكبر تفرق يعني. تعال ابعص عليهم القمار، نبي تعليق كروي. والله ما عندي الطاقه، ما فيها كستم. فيها كستم بس الكستم ما ينفع الا بعدد شوي، يعني عدد معتدل، لا هو قليل مرة ولا كثير مرة، لأن كثير مرة بيصير لاج، بيصير لاج مرة. طيب خلينا نشوف كم جات لي. نبي قراطيس غالبا انه بيجي على الأغلب. ما أعرف ألعب بالكيبورد والماوس، ليش عذارك كثير اليوم؟ تبي أطعنك؟ تعال بلاي ستيشن وش رأيك؟ الله أيام كل شيء منفل. ستون ستاف تخلط فيه 99 واحد. عليكم السلام ورحمة الله. طيب ساكازوكي واحد، مجهول أربعة، عبود أربعة، لمرون أربعة، يا ساتر أحمد صفر، ساكازوكي واحد، ما عندي تفل. الله هذا هذا أفضل ما في أيام بلايستيشن، كنا مطقمين بالتفل أنا وياك، عكس الناس اللي بيكملون ألف ساعة في اللعبة ما عندهم. لا لا شدها ساكازوكي شدها. ايش بك يا طيب؟ هو قاعد يتعذر يتهرب ما يبغى يجي. ايوه طيب من بيجي الجيم الجاي غير عكاز؟ من الموجودين في الشات طبعا، غير الموجودين اصلا في الجيم. شكرا يا ولز. اوكي صح مصعب محمد سول
وابو عتب وعصيري شلنبوح. لا لا بيكون في عدد بيكون بين 15-20 بس برضو مو بعدد مو بعدد سكواد. إذا قربنا من 30 بندخل سكواد وما جلان حلو يمكن سبيستون. لا 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 في 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 عدد لا بأس به ستنشي. بس أبغى كير لكم تقامرون أبغى كذا أبغى أشوف آلاف نفس القمار موجود الحين بس الحين متكفل فيه شخصين السيسي وشوغن. أبغى الجاي كلكم تتعاونون يعني. أيوة حط التورت أيوة حط التورت. كيف أدخل ملعب تلا مرة؟ الحين أشرح لك بعد الجيم ما عليك. أهم شيء إن اللعبة بس تشتغل عندك هذا المهم. أيوة يرمي سموك عليه حط التورت يا مسلم. أحمد شال واحد سحب عليه وشو بتجي أنت؟ بسم الله عبود خمسة لمرؤون وشال سكوزوكي أوكي يعني نقصنا واحد. الحين بقي عبود لمرؤونه المعرق المريض وأحمد مجهول بس بقي أربعة من الشات. شالني الله شالك المعرق شالك أنت ودارك. أي بجي كويس كويس عينك اللاق والله لاق بس عادي صدقني لاق بقاق أرحم من أي لاق لعبة ثانية من تجربة يعني. حتى لاقي اللعبة كيوت. لا تسب ليمون. لا ما سبيت بس قلت لنا معرق شالهم كلهم. طق باليد أسهل وأركونه باليد أسهل ما عدا في أسلحة معينة يعني بالعكس مستحيل تكون باليد أسهل. لكن عندك بولت ستاف ستون ستاف هذا أشياء أسهل بال الهرلوم أو الهرلوم هذه أسهل كثير بالكنترولر على حسب السلاح يعني. الباقيين أغلبهم صوتين أزرق فمبروك أزرق ما تدري طقرخ الجيم اللي راح كان مصوت أزرق وفوز الحمر ما تعرف سيناريوهات كرة القدم يعني. ممكن يكون في واحد معتوز زي طقرخ. أنا طاري طقرخ وينه ما جاء أكثر واحد يشغل بثلث بقاق وإذا بثيت ما عاد يجي يعني من البثوث الأربعة اللي لعب فيها الشات أظن جاء مرة واحدة بس البث اللي راح. بسم الله واحد نفس الأربعة نفس الأربعة موجودين أربعة أوكي بس الأربعة اللي في الشات هم الموجودين كأوادم يعني ما في ولا واحد غيرهم يعني هم بوتات بس. وانجلت بعد وفاز في جيم أتوقع جيم الدور. أول بث بقى كان أفضل واحد إيه أول واحد كان حماس لأن الفكرة كانت جديدة واللي شاركوا كثير. وآخر جيم كان هوت توب اللي فيه سيس وقراطيس وسفن تم والشخص أنا معك أنت وزبناتك يعني كان فيه أحداث. تمكري غير صحيح طقرخ اللي فوزني نسيت الفزع حقته اللي في فالي. أحمد أول واحد بينجلد أوكي المرونة مات بشارب دجاجة ليتني شايف ليتني شايف البلاغندو. واضح انه خاطك بتورت ولا يا المرانو. عليكم السلام سبريسو شلون شالك للزلابة عبود شال واحد شقيت من التورت والله النحاس. تورت هنا شيء بثر يبغالك دام تفوكس تورت اول بعدين تشيل اللادن. طيب احمد جاي من تحت رايح هنا على الفروزن. ايس هيفن اللي تحت فروزن هي اللي فيها مجهول اللي جنبه عبود. لا المنطقة هذه عبود اولد مانير يعني تشوفون ثلاث فرجات كل فرج عنده واحد ولا يعني ما في اثنين جنب بعض. الزون الزون يا عبود الزون رايح اسوي له ارمرات والزون الحين بيجي يشلخ عينه. ايوه سمع واحد سمع واحد سقى نبته. بسم الله هذا قاعد يفرج مجهول وينه مجهول بنفس المكان. يبدو لي لازم ننتظر نهاية الجيم عشان نشوف من فوز منهم. السلام عليكم عليكم السلام. وقراءتي للمشهد لو احمد استخدم الترت انه هو اللي بيفوز لان ارمراته احسن
فل وقاعد يسوي أرمرات اصلا. هذا مصفر وهذا مصفر مصفر ولا هيمان. شكرا يا شراب. اخش الجيم الجاي. اوه عليكم السلام يا بكف. اوه مجلود جاي، مجلود جاي. خلاص الجيم خلاص رسميا الجيم جاي حامي. ايوه بوته هذا. طيب ارمراتك ارمراتك يا احمد. الزون الزون يا مجهول. احمد اخسر بشرف، خير لك من التورت. والله شوف جيم طبيعيه، او الناس اللي تعرف تلعب ممكن تقولها، بس واحد ما يلعب بقى كثير خليه يستخدم تورت. يعني بث ما يصير دايم خليه يفوز، فيها رهان ذي فيها نقاط. شاب تحس في احد نفسك من الشباب؟ وشو تويتشي يعني بث ولا قصدك شيء ثاني؟ التصويت على وش ترى حط 50% علم. التصويت ان اللي يجيب المركز الاحسن من الموجودين في الشات اللي يلعبون في الجيم. يعني شوف الحين في احمد ومجهول وعبود، اللي يجيب احسن مركز فيهم مو بشرط يفوز بالجيم، بس يجيب احسن مركز من الموجودين في الشات يختار الفائز، يا احمر يا ازرق. يجيك قراطيس الحين هوبا. يعني عشان كذا بسبب قراطيس وامثاله دائما اقول ان احسن مركز مو بلازم تفوز، لان لو جاء قراطيس مستحيل تفوز. المركز الاول خلاص محجوز له، يعني محجوز يا له او اللي يشيله. ليمون ماتي خلطة مجهول. بقاقيا لا بقاقيا فيه فيه اكثر اكثر من شخص على راس قراطيس. ايوه ايوه من هذا. اوكي عبود دخل الفورج، مجهول زابن. الجيم الجاي في الجيب نشوف، بس الجيم الجاي بيكون قمار مختلف، بيكون على القتلات. وين قراطيس جيبوها نعرف له. اوبا لا 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 انت حطيت راسك براس الكبير. يعني هايط على اي واحد هنا، هايط على السيسي، هايط على حاتم، هايط على الشايب في بقاق، مش هايط على القراطيس. الذيب وين نفسي؟ والله ما ادري وين الذيب، يمكننا نايم. لازم تبث مصاقيل كل اسبوع نفس بقاق. والله مصاقيل المفروض لها شخص يبثها كل اسبوع، لكن مشكله لما لعبه ترتبط في شخص متخاذل فيصير الواحد ما يدري هو بيبث مو بث، يصير بدل اسبوع ينتظر شهر. ايوه طب عليه طب عليه طب عليه، نبغى نشوف اكشن. عشان كذا الجيم الجاي بنخليه بالقتلات، عشان كذا نشوف ناس تطب وتتشارك. اليوم خميس الساعه 2 في برضه من الجامعه ممكن. لا ارجع طيب في كل الاحوال. لا اذا حطيت الشيد اللي قدامك لا تعطي ظهرك لانك تدمج من ورا. اوكي بين عبود ومجهول خلاص واحد منهم هو الفايز، وباقي هم الاثنين وبته واحده في الجيم. كبير لا 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 لا، عبود عنده مقومات لعب الشايب المتهور، عنده مستقبل، مستقبل مهايطي. ايوه تحتك. هذا بوته، هذا بيبعص عليك يا عبود، بيشيل ارمراتك، بيجي مجهول يشيلك كذا بالسهل. مجهول برا، عودك الجيم الجاي لي، واذا ما صار لك اطعنك. اوه هيل يا اخي، والله فعلا انا قايل لكم ان الشايب هذا عنده مستقبل الشايب عبود، لانه متدمج وطالع بر بر بالهمر حقته يطلق. جي جي الف مبروك يا مجهول تستاهل. عطنا اختيارك، ازرق ولا احمر؟ ازرق ولا خلينا نشوف انت شو مصوت. ما ابغى اثر على قرارك. يلا يلا تعالوا عبود. لا عبود احمر اوكي مجهول ازرق. والله كان لو ادري بالمعلومه هذه كان تحمست زياده. يعني باقي اثنين، واحد منهم صوت احمر والثاني صوت ازرق. تبغى تفوز فريقك يا مجهول ولا تبغى تفوز احمر؟ تراضي ازرق. تعرف بقول تراضي عبود. بسم الله القم سيسي، لو انك مشارك وفايز فوزت نفسك. ازرق. طيب التصويت اللي بعده صوته وبعدين بنسرش. اكثر قتلات يفوز، اكثر قتلات طبعا باستثناء قراطيس، هذاك لا تحسبونه. انا كاتب تتلات، يا رب اني كاتبها صح، الخط عندي صغير. لكن قبل لا نبحث
سبيستون تروح بلاي تروح هنا تأكد انها سولو والريجن اوروبي وخليك على السولو. اذا كتبت في الشات 3-2-1 لان صوتي بيجيك متاخر, اذا كتبت في الشات 3-2-1 ابحث اضغط على بلاي هذه. فبس انا افكت ما ادري شلون ما افكت بعيد عنهم, ما كان الجيم في كثير وكانوا في الفورج قدامك. على بركه الله نشوف من صوت. شوغن شوغن 165,000 وين اللي قال بصوت هنا؟ وحمد سؤال 10,000 مصوت بالأحمر وبيشارك, يعني إني بشارك وفوز نفسي وأخذ. يا واد قوم يا حمد سؤال ما تفوز لو تطير. إلى اللقاء بالعافية عليكم. على رأسي يا شوغن ما قصرت, يعني صنعت ضجيج في القمار. بس دقيقة في واحد ثاني حط 100,000 السيسي. لا 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 قمار حامي من جديد, بس هالمرة أحمى من اللي قبله. طيب جهزوا على السولو أوروبي, بكتب لكم في الشات 3-2-1 سرش معي 3-2-1 يلا ابحث. أهلا يا راجنر يلا حيا يا أهلا وسهلا. زي ما قلنا ترى بالأكثر قتلات لا تحرص على أنك تبقى الأخير, لازم تقتل الأكثر قتلات ما عدا قراطيس يفوز. صوت ورقتك فون كروني الحمر يذكرت إن شاء الله كرونك يا أبو حري ونوم العافية. اللي بيشارك يكتب حسابه, اللي عارفين حسابه من أول زي حالاتك يا أحمد ما يحتاج. أنت أحمد نفس ما هو غير أحمد اللي قبل شوي توقع. اللي أول مرة مثلا بيشارك أو ما شارك كثير يكتب اسمه بس يذكرني عشان لو فاز أدري أنه هو فأعطيه. الهولندي أوكي تم يا سبيستون. قراطيس بيجي شوف مالك من قراطيس, أنت انزل بعيد عنه وحاول تقتل أكبر عدد ممكن حتى لو مت بعدها وخلاص اترك قراطيس في حاله. ركزت عليه لا بتفوز بالقمار ولا تفوز بالقمار. انا اول مره حسابك نفسه ولا يا ابو عتب؟ سراب بيجيكم سراب اوكي حسابه معروف. قراطيس بيجي يا ساتر دقيقه شاب ما ننزل هو ننزل لمبر لمبر في البيت اللي جنب المنجنيق. عليكم السلام شوشتي يلا حيا. ليه طول السيرش دقيقه مع انه في عدد كبير قاعد يبحث؟ دخلكم معي اللي دخل يعلمني. يا ساتر 39 شخص مصوتين احمر و18 مصوتين ازرق. طبعا 39 طمعانين بفلوس شوغن وجسيسي بعصى عليهم. طيب تكازوك دخله ومصعب لما تلعب عشان اتفرج ابغى اتفرج اطول فتره ممكنه لان اذا لعبت بتفوتني احداث جيم او البث اللي راح لعبت جيمين تفرجت كثير لعبت جيمين واحد منها يعني فاتني لقطة للتاريخ فاتتني اللي هو يوم يموت قراطيس بالدجاجة هو حفظها وراني إياها. بس يعني لو كنت مطلعها في البث كانت أحسن فعشان كذا ما أبغى تفوتني لقطات زي هذه. طيب هذا مجهود أول شيء نلقي التحية على مجهود. طيب مجهول شلمبوح ألفا أرقام دمار سكازوكي ماجلان أبو عتب يلا حية. لومرؤونو عبود أحمد عكاز دارك صح حمد سول سلطانوف أوكي غير اللي في السفينة الثانية ومصعب. لا لا في عدد يعني غالبا الجيم الجاي إن شاء الله أو اللي بعد نحول سكواد أو نحول دو. أتوقع دو بيكون أفضل اللي هو 2-2 مع بعض. تحمس النوم طار والله. شوف يعني صعب انك تقامر في اي مكان في اي قناة بمئة الف ويجيك نوم ياخد تحس انك دافع فلوس فبيطير نومك لين تترك القمار. بنفس اليوم مت مرة ثانية بنفس الطريقة وذاك اليوم مت مرة ثانية بدجاجة بعد. هاي اهلا يا ابو دمار اهلا يا ابو عتب يلا حيا. وعصيري موجود. لا 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 الجيم الجاي خلاص دو ما فيها وما فيها واحد اثنين. هي ماني معكم يمكن بالسمين الثانية أهم شيء الوقت اللي فوق نفس الوقت اللي بالجيم اللي انت فيه ولا زي مصعب دخل جيم ثاني. عليكم السلام يا فهد أهلا وسهلا. لقمت من تورت يا زلابة تورت يا زلابة. رهان السلامي موجود الرهان وانت مصوت ألفا يلا حيا ويلكم تو سفرات أوروبا. الله بتلقلق على عينك يعني اللي هناك يشتكون احيانا من اللاج اذا صار فيه هوادم كثير بالجيم.
وبسم الله على البحر والحافظ الله. عليكم السلام اتماد، يلا حيا تعال العب معنا ولا ما عندك بقاء. بسم الله. هنا اول شيء تسويه دول لك اثنين تعدياتك بالليل، والله اذا ما نمت صعبت عليك. اوه كنت فيها سيرفر امريكي يا ارقام، نازل الشلال. اوكي احمد اوكي نازل نمبر القوي، هذا اول واحد بيموت. شفتوا كيف خرجني؟ افا القت اللعبه. انا قال لكم اول واحد بيموت، لا تنزل نمبر يا احمد. هذاك وينه ما يلحق، هذاك فطفوط ما يدري ان اللعبه فيها حصان. مات احمد، مات احمد، خمس ثواني ويرجع. هذاك جاي شخصنها سلوشن. ايه هذه 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 نقزه معرق، بس ما ادري شلون معرق ما يدري انه في حصان في اللعبه. مصعب شال مجهول. سراب نازل في مكان يعني اخر مره نزلت فيه 2018 اظن، هنا سراب اتوقع المنطقه ذي. افا ما بيننا، والله شخصانها معك مصعب ما مدانا، انزلت في مكان غلط. طيب اكسجين ذا تبعنا ما اتوقع. اخص اخص يا البرونو نازل الكروسنج. ايوه ايوه صراع البوتات. لوكسل لوكسل بالقيم. شارب عكاز. دقيقة هنا الدكتور. تعال احمد متدمج اصبروا. لا هذا احمد، هذاك احمد. شكرا يا انانوس، شكرا على القفت. الدكتور هنا سكن العنابي. يا الدكتور عسيري مات شال سلوشن، ودارك صح مات شال المرونو. ايوه الدكتور، الدكتور بينشال. شوف شوف استراتيجيات الدكتور، شوف اللعب العميق، شوف اللي طار. هذا ارتكب غلطه، هذا لو يشوفه قراطيس طعنه. لا دائما لا تضيع الموفمنت حقتك وانت عشان بس تروح للخصم. مع السلامه دكتور، معليش ضغطتك بالمشاهده، راسه مغطى الشاشه من السكن الزباله اللي عنده. قراطيس ولكسم في الجيم، ما ادري ترى ذي قراطيس موجود ما شفته. كبير دكتور، شوف شوف يقعد على الطرف عشان ذاك اذا راح فوق. يا اخي ذكي ذكي والله، اسطوره الدكتور بالدجاجه. يا اخي الدكتور ودك تشوفه دجاجه طول الوقت، ما ودك يلعب طبيعي. بنحشر الدكتور، اثنين عنده بس تستطيع. خلهم ايوه خلهم يجلدون. يا كبير والله نسوسه فعلا، خلاهم تخبطون وديور ونزل. مجود شال حمد سول، القم يا حمد سول 10000 احمر مسوي بتكري نفسك. والله زبان الدكتور. والله عنده تشيكن اب المريض، شوف كيف يمشي. يخرب بيت القوه يا دكتور، يمشي ورجوله في الهواء وما عنده سلاح ويطلع، شوف يقول بيو بيو بيو. يا اخي والله اسطوره هذا اللوكسون. مت. زتيرك يا ابو عتب، انزل بعيد تعلم شوي. كيلو هذا يا اخي اسمه من ربعنا كيلو او اكس اكس، بس ما شفت احد في الشات كاتب، اظن مشارك البث الاربع بس ناسي مين. اهلا يا من بصله، والله اني مهايطه. تستاهل تستاهل يا حمد سول فعلا. شلنبوح عنده واحد. دكتور بيرجع الاكشن، اصبر اصبر هذا الاكشن لازم اشوف شلون بينتهي. هذولي ما شالوا بعض للحين، اتركهم دكتور اتركهم. سبق شو 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 سبق للدجاجه يا اخي ذكي الدكتور. شال ذا فولن، ادخل في البيت ادخل في البيت دكتور. راح تهاوش انا ما ربع هيل، تستاهل عشان ما تهاي. عليكم السلام يا ابب دكتور. يا كبير يا اخي اسطوره، شوف التمسك بالامل كيف من دجاجة مرتين ومحشور بين اثنين إلى أنه يرجع ويشيلهم. عمق الدكتور، يلعب مخ الدكتور، ما يلعب مهارة يلعب مخ، هذه ميزة سواء بقاق ولا في غيرها. خلاص رجع يسيطر على البرج. عطنا تفلة دكتور إذا تسمعني، ولا ندخل بالبي سي.
بس اتذكر ما عندك تفله. دكتور ما اقدر اي مشارع، والله الشعر ما شاء الله. ايوه بق 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 بق. طيب خلاص راح جالد عتب. انت اللي شلت عتب يا علبه، شل انبوح متدمج. اوكي اللي عند شل انبوح هذا ادمي لانه سوى موفمنت معلومه، وسمعت الهيل هذا بوم. هذه ابريتيات من النوع اللي ما يستخدمها البوت في اللعبه، فاذا استخدمها واحد وسمعت صوتها تعرف انه في ادمي طبيعي قدامك. مجود شال المرؤون. اوكي اخصي مجود يلعب بايس ستاف. هذا الرسم مو بتبعنا. رونق نازله في البر، هذا مو بتبعنا. كيلو هذا اللي اتوقع انه تبعنا بس مو بتبعنا. اخصي مجود ونازل هنا سلوشن شال دمار. شوف كيف يمشي مجود يقلد الدكتور. ايوه ايوه. عتب ملقوف جاني وانا لاحق ورا الدجاجة قمت جلدته. يستاهل لما تشوف معركة بين شخصين اتركهم يا عتب، احترم الفروسية ما شو اسمها. مجود مج ايوه ايوه يا مجود ايش قاعد تسويه؟ اوكي شكله بيشيل ذاب وثلجة، واضح انه معرق. هيل بالهينك شات فعلا بيشيله. القم مجود، شوف شو المخدة اللي معه وينها. شوف كيف ياخذ غفوه في الجيم كبير احمد، والله وحش. ليت عندك تفله، والله يستاهل مجود. لاق سبحان الله صلوات. كيف شالك هو باللاق طيب؟ هذا اسمه طويل ما نعرفه. الدكتور نو دكتور اصبر، انت راس المال الجيم. القم. والله سلوشن صفى نص الشات. كم شايل؟ سبعه يعني الى الان هو الفايز يعتبر. سلوشن سبعه، سراب صفر. شوف الحوثي. ايوه كبير كم السلام كرميك. ويلكم باك دكتور، كيف كان جيمك؟ يا اخي بالله كيف تشوف اللي قدامك بالشعر حق سكنك؟ كبير سراب رد عليه وشال واحد وشيل الثاني يعني. اي بالقتلات عشان ما حد يزبن كذا. شوف صار في اكشن. احمد اثنين يعني تقريبا شبه محسومه السولوشن. شلنبوح واحد. هذه ميزة انك بتنزل في مكان في زحمة، اوكي فيها مغامرة ممكن تموت، بس بالمقابل ممكن تجلد زي ما صار. اوكي شال خمسة مصعب. لا اصبر للحين ما نحسم شيء، باقي البث مطول. غالبا بقفل ما بين 11 ونص ل 12، بعدين بنروح السيسة بنلعب لعبة جديدة. لعبة بنت كلب لعبتها اليوم الصبح، اخذت لي 5-6 ايام لعبة بس لاني مرتبط ببقاق و دارك سولز ما جا في بالي بث الصدق. اوكي شفتوا عند احد اللي هي بلود هانت، فهو قال لي ببثها على الساعه 12 خاصه انه ويكند والناس سهرانين، فقال ببث لين الفجر ان شاء الله وقتها نلعب مع بعض. بسم الله عبود اثنين ثلاثه تقريبا، عبود ثلاثة. اوكي سلوشن للحين هو على 1-7. يبغى له تشيك باستمرار، دي صعبة حقت القتلات. احمد لقام بلد هنت باتل رويال. اي باتل رويال تسلق يقهر، والله تسلق يقهر بنفس الوقت حلو يعني. اللعبة اللي تقيدك بحركة معينة تصير مملة، حلو انك تروح وين ما تبغى بسهولة. والقدرات اللي فيها حلوة، فيها قدرة اسمها سورينج ليب سارقينها من السور ومن الليب اللي في بقاك، وحتى طريقة الموفمنت نفسها يعني تشبه الليب حقت، يعني تحس انهم دامجين بين الثنتين السور والليب، يعني مو بس ماخذين اسم، فيبدو انهم عارفين بقاك سارقين منها اشياء. قدرات بين الشخصيات يعني فيها اشياء حلوة صدق اللعبة. كيرا الموضوع موضوع قتلات يا مصعب. ايوه هذا سلوشن. لا هذا واحد ايما ماشي. غير شتكن يا بشر. اذا بسلوشن فالفايز منهم تقريبا في الفايت هذا هو الفايز بالجيم. والله فعلا سلوشن. لا 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 قلبها كيرا قلبها مصعب. كنت شبه ضامن الفوز يا سلطانوف، لو انك رايح بعيد وشايل لك بوتات ولا شيء كنت على قتلات.
بس مشكلتك عاد رحت المنافس المباشر. اتوقع على كذا مصعب هو الفايز خلاص. عبود 4 يبغى لي يشيل 3، لا يبغى لي يشيل 4، لان حتى لو تعادل مع مصعب على اتفاق البث اللي راح بنحسب اللي جاب الرقم قبل الثاني. لو 2 قتلوا نفس العدد، اللي جاب الرقم قبل هو اللي يفوز. فعلى الان حتى 7 قتلات ما تفوز عبود، لازم يجيب 8. شلون بعشر رونق قولوا يا عبود، انا قال لكم والله يلعب نفس لعب الشايب، يعني الطبه اللي قبل شوي المفروض ما تسويها، بس سبحان الله حب الفايتات يخليك تسوي كذا. ايوه فوق فوق فوق، انقز فوق الشرق. هذا اتوقع ان الروسي صح، شيل الروسي عبود، شيل الروسي. لا هذا بصم طويل، كبير. طيب عبود 5، والله مو مره بعيد، مو مره بعيد. لكن المشكله وشو؟ انه باقي 9 في الجيم، يعني ضد عبود في 8، لازم يشيل منهم 4، فصعب الوضع شوي. او 3 كيرا 8، خلاص شبه محسومه. سوي رياكشن ايفنت سوني انتو سيل، والله سالفة بث مؤتمر ترى حلوة، يعني سويناها كذا مرة. اتذكر البث اللي اعلنوا فيه اتوقع شكل البلايستيشن 5، كان كنا مجتمعين في بث اتذكر عند بقير، كان بث اسطوري. مؤتمر AMD اتوقع مرة بثة حتيم، وكنا مجتمعين انا وياه وسهيل وبقير ومقبل، كنا مجتمعين مجموعة، كان رهيب. فحلوة الجماعات، بس مشكلتي صدق ما حسبت حساب، وفي نفس الوقت اصلا ما توقعت، ما اتوقع في اشياء كبيره بمؤتمر سوني للامانه. يعني ما حسيت في ذيك الاشاعات اللي اوكي ممكن يقول لك في اشاعات بلاد بور وما ادري وش ريزيستنس، بس حدث حدثين ما تسوى انك تبث بث كامل عشانها. بث انت اللي هو بث انت ليه ما كان ام دي الظاهر، اتوقع او ام دي ناسي والله واحد منهم. احتمال بلاد بورن ريماستر، هذا هو كل احتمالات ما تدري. فطيسة واز تيكن. طيب كيرا 8 اتوقع ما في تغييرات. ايوه بيصير 7 يا عبود لو شيل قدامه، عنده 2 عبود. والله عبود مؤدي للامانه، بغض النظر كيف انتهي الجيم. تكفى عبود لا تسوي كراوتش عشان ما يجيبك. ام دي اللي بثها تيم، اوكي ام دي حلو. طيب 7 عبود، 8 مصعب، قريبين من بعض. الكروت الجديدة، اشرب ارمراتك يا عبود، ارمراتك يا عبود وزبن، هذا بيخلط عينك. خلهم يتجلدون. ايوه جاك بالتورت. اوكي صار ورا عبود، شوف اذا جلد عبود خلاص راحت عليك يا عبود، انت بينهم. سندويكا خلاص راحت عليك، استسلم. ألف مبروك يا مصعب، نعرف أنه متأخر سنة. إيش قصة مقطع فطيسة وستيكن؟ هذا واحد قال فطيسة وستيكن للفتوش، أخذته وحطيته بالنقاط بس. طيب سراب 4، شلمبوح 3، شلمبوح خلاط، شوف من وين يخلط. والله ما تفوز لو ضدك 99، ما تفوز بهذا السلاح. ايوه وبعدين وانا فتوش اكيد متربص. في كلب قبل 6 اشهر الورلاك يقول شايب اصبر الكروت الجديده تنزل اسعارها، وقال لك انتظر 6 شهور. عشان كذا اقول لكم لا تسمعوا كلامه اذا قال انتظر. شوف الان مر 6 شهور ما نزل شيء، نفس الاسعار. كبير كيرا كبير اخ شلمبوح بالله شارك ذا السلاح يا مصعب. والله اسطوره شلمبوح. بس شوف يعني انت اللي فايز بالقمار يا مصعب، خلاص ما حد يقدر تعدى 8 قتلات، لان باقي سراب وشلمبوح وواحد زياده اجنبي، فخلاص محسومه لك. بس والله قويه شارك جيت كيبر، مع العلم ان السلاح صراحه يدمج، بس انه سهل تتعامل مع الاشياء السلاح، انك تروح بعيد، يعني تروح بعيد خلاص ما يجيك شيء. بس مشكلتك درعمت بزياده، تحمست. هذا اللي شالني، اللي شالك مصعب.
طيب وش مفوز؟ احمر على كراكم يا الحمر مصعب. معلش دحوات الشاشه الثانيه. خل نكمل جيم لانه يختل الصوت. بس ما تسوي كذا يا شاب الحين. ما ادري اشوف الجات احمر. اوكي وشو؟ لا وش تبغى دكتور يا حاتم؟ اذا في الجيم لا حاتم قال مشغول. لا صح انا التصويت اصبر غير النتي. اوكي شلال قمار 400,000. في ناس واجد مقامرين. اذا اسيس الحاله 100,000 وهناك شوق 165,000 فكلهم على بعضهم بيوصلون ل 400,000. وانا الصناديق ابي ابعص. والله كرشت اللعبه في البدايه وحسيت انها من البرنامج ذاك لان قد كرشت علي اللعبه قبل فقلت يعني قفل احتياط. رجعها بث بكره دارك سولز بكره العصر ان شاء الله. ايوه اتوقع الاجنبي هذا هو اللي بيفوز احساس مع انه ما يعرف يلعب بس طريقه لعبه انا اتوقع بيخليهم يتخبطون. شفت كيف زي كذا بيطب الحين على شلنبوح بيشيله. شلنبوح سلاحك من بعيد ما ينفع يا شلنبوح. ما انا لعب الجيم جاي كرشت اللعبه مرتين. كرشت بي سي مشكله اذا تكرش بي سي. ايوه شلنبوح انت لها. شلنبوح ارجوك احد يبث عصر جمعه. والله المفروض انه ظهر وخرايط بس للامانه العصر انا متحمس البث. عمر اللي حضر بث الجمعه قبل بثين شفت توقعت زي كذا. او اللي ما يدري نشرح احتياط. عمر هو طبيب يبث في تويتش وكل جمعتين يبث بث له علاقه بالتخصص حقه. يعلمك مثلا عن تصنيف اخطر الامراض. بثه بكره عن قسم الطوارئ من تدخل الى ان تطلع وش يصير خطوه بخطوه. يشرح لك اشياء مفيده احيانا عن العضلات عن العظام عن اشياء زي كذا. انا اتحمس لبثوثه ودائما يبثها الساعه 7 المغرب. فالخطه اني ابث قبله بساعتين وبعدين نروح لريد. هذه الخطه اللي في بالي. هي هذا خوينا نفس خوينا ايه كول كانون. بسم الله احمر الف مبروك. فعشان كذا بتصير النظام كذا كل جمعتين مره نبث قبله اذا كان عنده محاضره طبيه ومره لا نبث ظهر نفس العاده جست جاتنج وخرايط. متخاذل طقر متخاذل قلتيها. اكثر واحد في كل البثوث في كل الالعاب وبكل الوقت فجر وظهر وعصر يجي يقول لي بقاق يكتب لي بقاق في الشات. احسن الاكثر قتلات يفوز. بعدين اذا بثيت بقاق ما ادري اشوفه. ما علي يا شلنبوح والله ما قصرت بالسلاح اللي قبل شوي انك توصل الاخير يعني انجاز. عليكم السلام يا بوركني. يلا حيا صوت وصوت التصويت اللي بعده. يلا حيا بوركني. بتشوف بس سوني ولا مشو بتشوفها من عمر؟ لا ممكن بتشوفونها من عمر. اتوقع اني ببث اصلا بوقت البث حق سوني ممكن اشوفها اعاده. عطنا رابط. دقيقة اجيبها لك. طيب اللي صوت اللي ما صوت صوت وبنسرش هالمرة دو. اوكي بنسرش دو فخلك على الدو اربي نفس ما هو وخل هذه فل في التيم لازم تحطه اون. هذا اهم شيء. فاون بسم الله. نروح نسوي كذا نسوي كوبي نسوي كذا. ما ادري في يكتبوا لك الاسم بس هذا الرابط. بسم الله. دقيقة أنا ما غيرت بغيت أنكبكم. دو إيه دو ليه لا بالعكس البث اللي راح سوينا سكواد كان أحسن أحمس مرة. فمن اللي فاز فاز مصعب كان قاتل ثمانية يا شلنبوح فهو أكثر واحد. يلا أجين دو حطها في التيم حطها أون لا تحطها أوف مثلي. أنا بنتحر فما أبغى يدخلني مع أحد بس أنت حطها أون. نبغى نشوف كل اثنين منكم مع بعض. خلوها اون دو اوروبي بسم الله. اذا شفت 321 في الشات ابحث 321. عليكم السلام يا كوب اهلا وسهلا. يلا حي سكواد افضل. اذا زدنا اكثر من كذا بنحول سكواد. الى الان ما ادري كم العدد. يا ساتر دخلني بسرعه. اتمنى يكون دخلكم معي. مين اللي دخله نفس الوقت؟
إذا لمرؤونه أوكي مجود سبيس اطلع ما دخلني ما دخلني ما دخلني ما دخلني أوكي أوكي لحد وقف بحث اللي يبحث عنده يوقف باللفة من الجيم واللفة ندخل واحد جديد يا ساتر والله عالم ما دخله ما في إلا عصيري والهولندي ومجود بس يلا لفتنا على بركة الله اللي دخل جيم ثاني يلفت من الجيم واللي ما دخله يوقف البحث بنبحث مرة ثانية بسم الله سكيب قريبة ما جا سبنتم والله ما أدري وين يمكننا نايم أتوقع الأغلب أنه نايم بنتظر شويات لأن أحيانًا لودينج يطول على بعض الأجهزة السويتش ولا بلاي ستيشن فننتظر شوي أجين حط دو فل خلها أون وجهز على بلاي إذا شفتها في الشات 3-2-1 سرش وبنايم يتهرب مني تدري إنه يعني هو يجي بثوث بقاق عشانك أكثر من إنه يجي عشان اللعبة هو يجي بس يبغى يدعسك ويمشي تقول يتهرب مني لودينج يجلس عندي سنة اي طبيعي بس عادي ننتظر ما في مشكلة فاضين ما عندنا اي مشاكل داست اخر بث غير صحيح المواجهة اللي كانت بينكم في فنجال شارك تجي تقول لي سلاحي ما سلاحي ما ادري شو تركيكم كيفكم ما في ثيرد بارتي ما حتخرب يلا بسم الله يا ابو عتب 3-2-1 سرش شلتها في الثلج سام هالو مران بتدخل انا ودي اشوف يعني ما ودي اشوف اثنين معرقين من نفس التيم ها من دخل اسرع دخول في التاريخ دخلني دخلا كويس دخلت دخلني حلو 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 خلاص امورنا طيبه يعني ودي اشوف مثلا مصعب مع مجود عرفت اللي واحد كذا قوي معضل تحط مثلا مع واحد زي مجود كذا واحد ما يعرف يلعب نبغى نشوف توازن ما نبغى نشوف اثنين يعني زي لومرو اونو ومصعب في تيم واحد كذا مشكلة اللي بيكون معي من الحين هارد لك والله هو حظه يعني بسم الله ايوه مين مع مين انا واضح اني في السفينة الثانية اذا شفتهم معلقين زي كذا بعرف انك في الثانية وفي واحدة تكون في مكان ثاني انا سلوشن لومرو اونو سلوشن من الحين يبدو لي ان عرفنا الفائز انا واجنبي القم لازم تكري بس شفت تذكر انها قتلات تذكر انها قتلات وقتلات شخص يعني عادي تسرق من خويك ما في مشكلة لانه ممكن انت مصوت احمر واللي معك بالتيم صوت ازرق فحاول انك تقتل اكثر منه مين توني هذه اللي بتفوزك يا فروان ترى ربع جيم لي انت حاتم يا ابو عتب اوهو وتنشي ومجود ومجهول وسكازوكي لا 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 في 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 ثنائيات حلوه يعني تقريبا ما فيه اللي انبعص اللي انبعص شو اسمه مصعب بس مع جنوبي الباقي تقريبا كل واحد مع واحد ثاني في الشات اذا اثنين حمر تجمع كلاتهم لا هي على الشخص لان شخص واحد اللي بيختار جوست هذا خوينا ولا اجنبي ولا بت اي جوست ما اشوف جوست يا ابو عكاز قبل الشكل بوتا شوف لا ما يجي معك بالتيم بوتا مستحيل البوتات كل واحد ينزل بيكون كل واحد سولو ما في تيم بيكون في واحد آدمي واحد بوتا لا بس في ناس ألعن من البوتات يجون معك بدو حقي سحب عليه من هو يا ستنشي لفت في شيء غير مجود ليه وش صار علقت اللعبة
احيانا تعلق عليك في السفينة تقفل اللعبة وتفتحها يدخلك الجيم والجيم بدأ. اسمعك من اللعبة؟ شلون تسمعني من اللعبة؟ طيب شوق لما شوق ايش صار عليه؟ طيب هذول اثنين ما نعرفهم بسم الله. سراب او سراب مع واحد مجهول. محمد عتب محمد سول واضح عندهم اكشن. الله من هذا اللي عنده سنايبر. عزتي لك ابو عتب والله كان ودي انك تتعلم صراحه بس ما اعطك فرصه. يبرون وش هالواحد. ازبن ازبن يا ابو عتب. محمد سول متدمج بعد. محمد سول اوكي عبود شال محمد عتب. يبدو لي ان محمد سول بيلحقه. يا مطور يا مطور حط الكاميرا محمد سول. اكيد دجاجه اكيد دجاجه يا مهايطي. الساعة بيعرف شلون تتكلم اذا بي سي بي البوش توك اتوقع. كبير حمد سول رجع رئيس خوي. مع 9 شردات وبستول. ما ادري اذا صوتي يطلع باللعبة كذا. ما معي احد يسمع اصلا والله اني ذكي. اتركهم 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 يا حمد سول يا ملقوف. حط الهيل حط حقة الهيل لا تموت. حلو سمع كلام حاتم يصيح باذني تسمعني. لا تصواتكم تطلع في البث. الله هذول بيشيلون حمد سول اتوقع انه مجهول والثاني ما ادري مين يمكن عبود. لا هذا مين. كبير حمد سول كبير حمد سول. كيرا شال الهولندي او بلغة الشات مصعب شال السبيستون. ريال عكاز شال واحد اسمه طويل. ساكازوكي مات في مضبط معي شوفها في روح سيتينجز اوبشن وهنا في البايندكز الظاهر شوف وش البوش تو توك. طيب نبغى احد ثاني عنده اكشن. مصعب مع اجنبي. الفا واحمد بيد. ادب شال توني بخلاط. سلوشن ولمرؤون واللي هنا. طيب لازم نركز بالقتلات ما ابغى لخبط زي المره اللي راحت شفنا فار وكلام فاضي. اسرق اسرق من خويك اسرق من خويك فيها قمار. سلوشن تو نازل مع اثنين ليجندري يا اخي يستاهل. هذا وش بستل وسنايبر يعني ما يعتبر سلاح واريور ممكن هو ما تعود عليه يعني. طيب ثلاثه ثلاثه. طيب اذا متساويين كذا وش الوضع؟ جايب لاج والله عاد هذه سرارات اللعبه ما نقدر نسوي شيء. يعني لو سويت كاستم بيكون لاج اكثر من كذا. لان كلهم بيكونون قريبين من بعض. طيب ثلاثة ثلاثة مصعب واحد. الى الان هم اتوقع على شيء. افك خوي دارك صح. عكاز واحد عكاز مع جوست. اتوقع جوست هذا كويس. لا والله سلاحه ماشي كنسل يا عكاز. اصبر لا مو بهذا جوست. الا الا لا شكله كويس يا عكاز معنا. ممكن فوزك بالجيم بس مو شرط فوزك بالقمار. طيب احمد كم واحد. هذا مو تبعنا. اخلط شوف وين تشقلب. هذا شلون شلطاني والله يا فطفوط. قولكم يا فطفوط من اللي شاله من اللي شاله من اللي شاله من اللي شاله. ولا مو تبعنا ذا مو تبعنا. اوكي سراب مع الاجنبي صفر. كنت احتاج فزع. انت مت يا حمد سول. اذكرك هجيت حطيت رجلك ما ادري ايش صار عليك. ايوه كيرا عنده واحد. كيرا 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 تذكرنا بالكتلات لا تنسى. هجم من مين ولا مين؟ والله كان زحمة عندكم كروسنج. بس شوف كان لازم المغامرة هذه. إذا تبغى تقتل كثير تفوز بالقمار لازم تنزل مكان زحمة. طيب كيرا اثنين. ألفا أحمد تمشي لمرؤون وللحين على واحد خمسة. تقريبا لمرؤون وأتوقع مصعب. دارك ما يجيني في السبكتير أتوقع الكرشت عليه اللعبة. مو موجود. وهذا مأفك خويه.
علم كيف افتح المايك. والله شوف من بي سي اتذكر زي ما قلت لك. اصبر خل هذه اوديو. شوف هذه انيبل فويس شات لازم تحطه انيبل. وهذه بوش تو توك انه يكون زر عشان تسولف. اذا حطيته انيبل بتكون زر عشان تشولف. بس لو سويتها ديسيبل تقدر تشولف طول الوقت، يعني طول ما انت تتكلم قاعد يسمعك الثاني اذا كانت كذا ديسيبل. فحط اللي يريحك، بس اهم شيء الخيار اللي فوقه اللي هو انيبل فويس شات لازم يكون انيبل عشان تقدر تتكلم. واذا كنت مفعل عاد البوش تو توك اللي تحتها تشوف الزر حقها من هنا. اما في البلاي ستيشن توقع على طول، طول ما انت شابك المايك اتوقع انها تقدر تشولف على طول. يعني عليكم السلام يا بلاك. عطنا السيناريو من بفوز. واحد من الاثنين معرقين اليوم، لومر اونو و سلوشن، واحد منهم. اوكي فرعان ريز الطاني حلو. ممكن في كمباك، ممكن في كمباك من طاني. عكاز واحد. في صوت هنا، في خطوات. لازم تشولف مع اخويك عشان صح. كنت حاط وش تتوك بس شلت الحين. كويس عليكم السلام ابو افري، يلا حيا يلا حيا ابو زيد. ابو زيد يلا حيا زيد. على الطاري يا افري، تدري ان يعني اللعبه هذه اول ما شفتها عندي العبها في الفرند ايام البلاي ستيشن، كان انت كنت اشوفك طحت فيها فتره كذا ابو شهر شهرين، اشوفك كل يوم رن رويال رن رويال. بس عرفت اللي ما جاز لي، يعني ما جاز لي الوضع، ما تحمست اجرب لين جاء اليوم المبارك اللي نزلت فيه ابيكس ليجندز وشفتها جنبها كذا في السور مجانيه. قلت يلا حمل الثانيه ذي، ليتني كنت العب معك ذاك الوقت، كان عرفت بقاك من بدري ولحقت على السكنات المعرقين. بس يلا درس عشان الحين اي شيء تلعبه بلحقك وبخير الله يعافيك. بسم الله. يبدو لي بيموتون في الزون. لا اوكي في منجنيق. طيب خلينا نشوف ايش صار على سلوشن والامر اونو. كيرا مات خوي، اسحب عليه الاتريزه ما منها فايده، بيسرق منك قتلات. كمل كمل انا احرق الالعاب في بداياتها. والله ليتني لحقت على هذه بداياتها، فاتني سيزن كامل كان في سكنات يعني ما عاد تجي الحين في الشوب. كبير يا علبه، كبير عليب. علفه اوكي، علفه قدامه خلاط، ابعد على الخلاط، لا تقرب للخلاط، ارمي السهم اللي معك والسهم علبه يا كبير. لا لا وحش علفه بمساعده احمد طبعا. المرونه شله واحد بسم الله. طيب لمرونه 6 6 كذا وضعكم صعب. ومشكله يقتلون فوقات متقاربه ما تدري من وصل السته قبل الثاني. يعني صدق لو يجيب اهله قتلات اثنين بنفس التيم كذا انا بتورط، الا لو كانوا مصوتين نفس الشيء. او بس ما ادري الحل. وش رايكم اذا تعادلوا اثنين مصوتين نفس الشيء نشوف من حط نقاط اكثر في التصويت، بصير هذا حافز انهم يحطون نقاط كثير. عندك سكن بنت الطيارة، الله ياخذ بنت الطيارة. هذا كل ما افتح بث لاحد فورتنايت يقول لي بنت الطيارة، ولا ادري مين بنت الطيارة. يعني انا اعرف فورتنايت قبل السكنات هذه كلها ايام البلاك نايت ما ادري شو اسمه ذاك حق سيزون 1. فجأة تجي لتسمع بنت الطيارة وبنت الحلزون وبنت البلاجندو وبنت اشياء كذا غريبة، بنات كثير. صار على ديستني والله من زمان عن ديستني، ما صرت اتوقع الرجعة قبل اضافة شهر 2 اضافتهم الكبيرة. يمكن ارجع قبلها بشهر كذا لفل. بس كان في السيزون الاول بلاك نايت، في السيزون الثاني بلاك نايت، في السيزون الثاني بس كان اول باتل باس حسب ما اتذكر. ان اول سيزون في اول سيزون في فورتنايت ما كان في ما كان في هذا الشيء باتل باس. منجم الحديد او لا لا شوف فضايح ذا يا زيد، لا تطلعها تكفى فضايح فورتنايت. يوم كنت فطفوط انزل على جنب واقعد الوت ادور السكارات مع الدكتور طنش لحاك، بعدين اجي اخر الجيم اقتل اثنين وافوز واستانس، احس اني مسوي شيء عظيم. اعوذ بالله والله ما كان يجيب السكارات الا انت يا مشاوذ. متى اوفر واتش
والله اني احب اوفر واتش صراحه، بس ما ادري ليش ما تجي الفرصه اللي تخليني ابثها. عندي هديه، اي بس اذا قال لك عندي هديه خلاص يعني مجهز لك ثلاث كارات كذا قدام الصندوق. جوست انت بالشات عم تحاور، والله جوست يمكن يكون ربعنا، انا صراحه ناسي. يحب اوفر وهو يلعب ميرسي، نعم وحب اتفرج كثير، اتوقع اني تفرجت اوفر اكثر من ما لعبت اخرها اليوم، يعني قاعد اتفرج على مقبل وهو يلعب، طولت. بسم الله، كيرا أربعة، هذا مات ما ادري من هو بس مع نفسه. اوكي احمد ستة، يعني في منافسة يا نمر. اوكي خلاص كنسل، انا زي السيسي في المصاقيل اذا جبت طاري احد اندعس. مستقيل رز ميرسي، والله شوف الايام الجاية، انا ودي صراحة ودي ابث اوفر واتش وبتحلى اكثر اذا بثيتها مع مقبل. اخر مرة بث هو اوفر واتش كنت انا وياه مع بعض، فودي نسويها المرة الجاية. كيف تستمتعت ميرسي؟ والله استمتع بغض النظر الشخصية اللي بلعب فيها، بكل الشخصيات اللي انا العب فيها واعرف العب فيها، بس ميرسي اكثر. سلاح ذا جبار، والله انها زبالة يا دكتور، ليش انت تحبها ما ادري. كيرا ستة، دقيقة نشوف. كيرا ستة، أحمد ستة، سلوشن هذولي ستة ستة، يا ساتر. ركزوا لي بالله على الفيد، لو صاروا سبعة أبغى أشوف مين جاب السبعة أول. هذولي يلوتون أو يريزون أو يفرجون. كيرا قوم خوية، ليش ما سحبت عليه؟ تلعب غير ميرسي؟ اغلبهم صراحه هيلرز، انا احب العب لوسيو، لوسيو اول هيلر لعبت فيه بفترات طويله. كنت العب في البدايات سولجر، ما سولجر بس ما طولت، سومبرا فتره ايام البلاي ستيشن. مويرا لعبت فيها كثير بس مويرا استهبال، كانت او بي للامانه. كنت العب فيها دبس، اطلع لك ب 36 جولد واقعد هايط، والله جبت الجولد. طيب مين بهذا شغلتك يا شايب، جيب الجولد بالهيل، اترك الدبس مالك شغل فيه. مسوي بطولة بقاق، هذا بث يا عبد الله شبه اسبوعي، نجمع اللي في الشات يدخلون الجيم والاكثر قتلات يفوز بالبريدكشن، نخليهم الدبل جون. طيب لحظة لحظة لحظة، نبغى اثنين الستة ستة، وينهم؟ ايوه لانهم بيقتلون. اوكي المرونة جاب سبعة، ايه اهم شيء اذبح وطز بالتيم وطز بالجيم وطز بالفوز. المرونة جاب سبعة في البداية، خلونا نتذكرها. كيرا للحين ستة، أحمد للحين ستة، أوكي. لأن إحساسي يقول إن في اثنين بيتعادلون بالقتلات، فأبغى أشوف من اللي جاب الرقم قبل عشان ما نتلخبط في الأخير، ما نرجع فار ونقعد نحوس. شوف علفة ماسك الخط، بيتقابل غالبا مع مصعب على اليسار، مصعب بيكون يساره يعني يسار علفة، بس مصعب بعيد شوي. ايوه من هذا المعلق، هي 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 عطب البرس عطي يا كبير. صار دجاجة، من هذا اللي صار دجاجة؟ هذا خوي سراب. اوكي المرون شال علفة، اصبر اصبر عندهم اكشن عندهم اكشن. احمد يلحق علفة خوية، فكر بتصرج الجيم جاي باكر. ايش ما تاكل الحين؟ بس عموما بالعافية يا مجود. ايوه من هذا سكن الدكتور؟ ايوه اخلط، هذا مين؟ جديد علي ذا سكن، ما شفت هذا الجيم او اني ما ركزت. هذا اجنبي، طيب طلع من المنافسة احمد. كان ستة نمرونو، يبدو لي هو الفايز خلاص. يب خلاص نمرونو عشرة، يا كبير يا كبير يا معرق، ألف مبروك ألف مبروك يا لمرو. شكل حتين بيجي وتهرب مجلود، والله يمكن هو مسبق حاس انه بيجي فقالك من الحين اكل. احد ياكل بث بقاق؟ ما تكيره بالزون
قهر ما شفتها. اتذكر كان يلاحق دجاجة اللي هو خوي سراب. ما اي والله مات الزتيلة. ذبحت سبعة خلاص انت برا المنافسة. الامر هون وحسمها. جي جي من الحين. اسمع الهمر يا مدير. ايش انت ريست خويك؟ شوف هل بيرد لك اي جميل يا بول. بس تدري المفروض انك ما ريست يا مصعب. اولا انه ممكن يسرق منك قتلات، ثانيا بيخسرك على الفاضي شردات. فلو كان من الشات لك افضليه لو تريزه، بس هذا ما كان يعني ما كان حتى في بينك تواصل. شتت اللي ضدي صح، ممكن يفيدك تشتريت ممكن. المرعونه خلاص حسمها، بقي واحد ضدهم، واحد غالبا بوته. اسمع المرعونه، في وش انا اوصف لك، في بيت يعلق فيه البوته دائما، اظنه هنا او هنا يعلق في الدرج. الزبده انه غالبا بيكون هناك. اسف احمد والله نكبت والله، يعني ما قصرت انت، يعني كملت مع الاخر الجيم. بس قابلت اثنين معرقين، شوف التيم من فيه، المرعونه وسلطانوف. هذه الثنائيات اللي انا حذرت منها قبل الجيم. انا متشوق اشوف الثنائيات الجيم الجاي، اشوف يعني لومرؤونو هل اللي ساعد ان اخويه قوي ولا لومرؤونو نفس القوي. انا ما انتظر منه انه يفوز الجيم الجاي لومرؤونو، بس بنشوف كم يقتل. اذا تعدى 5 6 معناها وضع تمام، معناها هو القوي. وش دار وش صار يا دارك صح؟ ابغى اسالك قبل اسمك، وابغى اقول اسمك قبل اسالك. علقت عليك اللعبه قبل شوي، الف مبروك لمرونو 12 قتله تستاهل، وعشان فوزك بس. ازرق لمرونو سلطانوف شو مصوت؟ لو كان ازرق بيصير صراحه ثنائي عظيم. ازرق النسبه دقيقه بشوف من صوت 7000 سي سي 5000 من جوز زتيرك يا سيسو. يلا اللي بيدخل يتجهز. بسم الله فائزون في يوم بعض. يلا نفس الشيء دو في الأون أوروبي للي بيدخل جديد يعني. 3-2-1 في الشات، سرشوا معها. 3-2 بعدها بسوي القمار لا تخافون. 1 يلا بسم الله الحين سوي القمار على ما نسرش. بريدكشن شات ستارت، أكثر قتلات يفوز، ولا نخلي آخر تيم ونغير أحسن مركز. يلا بما أنه دو يعني فخلنا نجرب هذه مرة، وقتلات أفضل بس بنجرب هذه مرة، ممكن نرجع لها الجيم الجاي. يا رب ما تجيني مشكلة صوتك يطلع لي في الجيم. وشلون صوتي يطلع لك في الجيم؟ أنا ما كنت معك بنفس السكوت يعني، غريبة أول مرة تمر علي المشكلة الصدق. قتلات أفضل خلنا ندرعم. انا ما كنت معكم قبل شوي، قتلت 10 لحالي ودي حقي مقفك، قلت لهم ياخذ هو ايه ما كنت موجود الجيم اللي قبل شوي. بلعب معكم علقه اللعبه، صار عندكم كذا ماتش فاوند وعلق ولا دخلكم دخلكم؟ اوكي خلاص اخر جيم لي. ليه يا عصيري؟ كويس كويس يعني دخلنا مع بعض. ما دخلني والله يعني انا حاولت. شوف ايه ارقام موجود، عبود موجود،
ساكازوكي موجود، انا في جيم ثاني. اوكي نغير، نطلع المجود وعرفه. في كم واحد مو موجودين معنا في الجيم؟ ايش رايكم؟ لا لا لا، يمكن المنطاد الثاني، والله ممكن صح، ممكن الجيم الثاني معي واحد قوي. خلاص نكمل عشانك يا ابو عتب. انصر يلا حيا، ويلكم باك. ايش رايك طولت البث عشان تجي؟ بس هذا مين؟ عكاز، عكاز سولوشن، دمار، ساكازوكي، الباقي تقريبا قلناهم او ما نعرفهم. علق الجيم. وش وضعك انت يا مجود؟ والله انحتين مو موجود في الجيم، عادي كمل. اطلع شايب. لا انا ادارك مع بعض توقع مو افا. هو اذا نفس الجيم يعني ممكن في سفينة ثانية عادي، بس المشكلة اذا كان جيم غير. هلا قشاني مو معاكم، والله ممكن مطور يبغاك الجيم. بوم، بسم الله على بركة الله. هذا بشكله فطفوط من الفط. مو تبعين هذا، شوف وين نازل اصلا. علق عشان جيت بلعب معكم الجيم الجاي. لا تخاف نلعب كثير يا عزيز، نلعب الى 11:30 12. حمد سولي عصيري، الله على الثنائية العظيمة. انا متشوق لرؤية كيف ينتهي الجيم. ترى لولو هذولي ما نعرفهم، مجهول ودارك صح. حلو، ودينا كل كذا كل اثنين من الشات. حلو، سراب وكيرا. اوه لمرون ومحمد عاتب، عشان كذا عاتب يقول لا تطلع من الجيم. اوكي صار معي واحد قوي، قتل اخص اول قتله في تاريخه البقاقي. انا شجع مصعب معرق، والله معرق بس نازل بعيد. محمد عتب، عبود ودمار. حلو، هذول اثنين مع بعض، سلوشن وعكاز. هذه ثنائية قوية بعد. حلو حلو حركات الشايب، حتى سلوشن يلعب زي الشايب. انا ودي اشوف سلوشن وعبود بنفس التيم. يا اخي بقاك لطيفة، وفورتنايت سارة. كبير سلوشن. طيب هنا عندنا قتلة لا صحي باللي يفوز الأخير. يا صلاة مانس داخل سولو القوي. يلا خلي شد حيلة عشان ما حد يسرق منه قتلاته. شكرا على الضحكة. هذولي ليه نازلين بخر الدنيا؟ سكنات مارقين على الفاضي. مين كرميته هذا؟ اسمه طويل، كبير كبير يا فضفوض. بوتا 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 شال الاثنين. لا مو بوتا ذا. طيب خلينا نروح للربعنا اللي نعرفهم، سبونج بوب، احمد. اوكي ساد ورب العباد مات واحمد حي. وين نازلين؟ نازلين نورث بورت اللي فوق مره هنا. اللي بعده هذول ما نعرفهم، ما نعرفهم. عسيري اللي توي لاحق وانا احسبه بوتا، ما ادري يا عسيري. والله نحسبك بوتا. اسمع الجمجمة اللي معك كويس، لو تسقطها في البيت تسقط بالجدران. ايوه يسمع كلامي، تعد ما ترميها على العمود. تأخير 5 ثواني من المودات عن الجوال. انا بحثت بعد 3-2-1 بفترة يعني، بس ما له بوزنها الجيم الجاي اكثر. المشكلة انا ما قد عانينا بالمشكلة دي في السولو، يعني حتى اللي عندهم تأخير يدخلوا نفس الجيم، ما ادري ليش في الدوو يعني. عصير وحمد سولف دول بيتجلدون. ايوه حمد سولف فزع كبير كبير على الفزعه، شيله.
متسول ما ابغى اغير الكامبي وديني لاعب بعيد. ايوه بدي جوجو يا كبير يا عسيري اسطوره. يلا ثالث مدري الرابع قتله بالدجاجه في البث. لا لا تفنش افسح حمد سول. يا اخي والله حمد سول هذا والله احنا رجالك يا حاتم. لوكسون طلع ما اتوقع قال كرشت عليه اللعبه مرتين وما اتوقع انه خاش. وين بق بق ايوه شيله اسيري تكفى اسيري تكفى الام حمد سول انت برا الجمجمة اي شيء. احنا رجالك يا حاتم شرو والله مرجله في تفاهم بينهم والله لهم مستقبل الاثنين هذول يعني ثنائي متفاهم. احمد صار دجاجه يبدو انه خلاص راحت عليه. جي جي عندك شيلد عندك شيلد عندك شيلد خلاص راحت عليه. طلعت اللونات من النقاط لا شلتها وعقد السني. النش النش خلاص جي جي يا احمد ما لعبت قبل الاول انتظر الكروت الجديد انتظر هي سبع شهور. طيب طوني واحد وفرعون واحد عكاز اثنين سلوشن اثنين هذا مو تبعنا. شكرا يا مكلوب. أسيري دجاجة؟ أسيري كم مرة صار دجاجة ذا الجيم؟ شروح 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 كبير سراب شال فرعون. شكرا يا لانيب ملقوف انه انت ملقوف على راسي وافي طول عمرك. شكرا على الشهر الرابع عشر نسيت انه ويبز والله انه اسطوري خل عنك يا عزيز. شوف انت تبحث عن الابتكار لا يهمك يعني المصدر الشيء نفسه وين سواء صار صراخ زي حقات خربز ولا ويبز ولا كذا اشياء قديمة اهم شيء انه شيء حلو. اثنين اثنين طوني 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 شبا مصعب جي جي اوكي سراب ومصعب. انا شفت سراب شايل فرعون ويبدو ان طوني شالت سراب وكيرا مع بعض. القموا شالتكم الزلايب اللي بعده. طبعا هنا عندنا ثلاثة سلوشن هنا عندنا ثلاثة حمد سول يعني إلى الحين متعادلين بس عموما بغض النظر كيف انت اوكي سراب كان مي سراب اللي قتل فرعون واضح انه حط رجله وترك كيرا الحالة وكيرا شالت توني وغالبا انه سراب بينشال الحين لانه على طرف زون والناس جايين. شوف قراءة المشهد كيف تسمع الموت هذا اللي برا خلاص جي جي يا سراب نفس 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 اللي في بالي. انا حفظت بقاق وحفظت السيناريوهات وعارف مين بيشيل مين وش لازم يصير فعلا جي جي يا سراب ويا كيرا ما قصرت. بس مشكلتكم واجهتوا الاقوى جاتوا معركة تلعب بقاق من ثلاث سنوات. عكاز اثنين سلوشن ثلاثة يعني الحين عندنا سلوشن وحمد سول وطوني اللي شارين ثلاثة ولا ايوه وبعتب لمرونو وبعتب لمرونو يعني اوكي دارك صح عزتي لك يا ابو دروكة من هذا القوي القم هذا لعب مجود بس انا مو مجود بس نفس لعبة ونفس سكنة ونفس دجاجته نفس كل شيء. شيله 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 كبير يا ابو عتب كبير يا ابو عتب وحش. طيب عندنا حتى هنا المرونة شكله عاد من الخلف. كنت في غفلة أول ما تواجه الغفلة طال عمرك سببها مكانك الزبالة البعيد عن الناس. لو انك نازل في الزحمة كان انت داخل جو الأكشن طول الوقت بس أماكن الجبنة أماكن الشايب
كروميك يقول دامك تلعب بقاق دجاجتين طاحوا بالبحر، واحدة ماتت والثانية نقت. بسم الله، شكرا كروميك، معلش التأخير، شغالنا بليرت مكلوفن. وخذ ها ثانية عنك يا مجود، ما يحتاج. ها والله قهر، يعني الجيم هذا أحس لو قمار قتلات كان بيكون حلو بعد على الثنائيات اللي صارت، بس ما عليه. طيب عندنا ثلاثة، دمار اثنين، عبود اثنين، والله حتى هنا في ثنائية كويسة رغم ان الدمار يعني مو محسوب في القمار لانه ما نعرف منه في الشات، بس يبقى من الشات وهذا المهم، فيبقى عبود برضه له امل. عطها ليب، عطها ليب يا كبير. في ثاني هنا، في هانزو، هانزو هيل 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 عبود. في اكشن هنا، بنكل في المدينه دي. اوكي هذا مين بوكس، حاتم سول. لا 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 لا، تو شغلنا الامر اون وشكله بشغل احنا رجالك يا حاتم البث بعد البث بعد الجيم. طيب هنا عندنا خمسه سولوشن، هنا طوني الهيل الهيل الهيل. اسيري اسيري لا اسيري لا 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 ايه فرعون لا يا طوني. جي جي والله انك مرجل يا حمد سول، وبتجيك الاغنية بعد الجيم ان شاء الله ما عليك. هالزعموط وهالزعموط من عندي رهان، شوف النقانق، شوف الجزمة كيف. والله احلى الدجاجة في بقاق كلها هذه. فرعون ماتت المرة الثانية، روبي تستطيع عليك. طيب عندنا خمس قتلات هنا احفظوها، بس ما ابغى اغير الكامب، نشوف الاكشن نشوف ايش بصير، نشوف الفايت. ايس غثيث دايركت مرجلة. طيب ارمورات رز، شوف لما اقول لك اني افهم تفكير البقاقيين الحين يجي الرز كذا خلاص. طيب عندنا ستة، خمسة سولوشن، هذولي مو بتبعنا. عفوا يا ابو عتب، وش جاه ليه دجاجة؟ افزع يا يمرونو. ما قصرت والله، ما قصرت اثنينكم، لكن كان زحمة عندكم في فالي، كل ما تطلع من فايت تدخل فايت ثاني حتى ما تلحقون تهيلون. ارمي الجمجمة يا يا يمرونو، ايمك بالاكسس بالا، ارمي جمجمة خلاص. مانس مانس شال ابو عتب بعدين. اوكي الحين فهمت، الكل فيدي لخبط احيانا والله. لفنش يخرب بيت الصملة، هذا وراك بأكسل أحول قاعد شطفك، ليه حط دوبك دوب ضعيف؟ احترمنا جديد في اللعبة مساكين. شوف عندك يا لومرو أونو وقت تريز وعتب قبل طب عليك روبي، ولا خلاص راحت عليك. هذا دجاج خوية، جاء خوية أبو عكاز. عكاز ومين كان الثاني؟ ولا غير الكام عشان نشوف، بس ما ودي اغير وودينا واحد بعيد. والله وحش يا المرون، والله وحش هذا الفايت، حتى لو خسرته انت وحش، بس تدخل ذاك البعيد اللي ما له دخل فينا ثيرد بارتي، يعني تصرف قبل شوي والله للتاريخ. سولوشن سولوشن عكاز. اوكي بث كان مره متاخر، ما عليه ما عليه والله ما قصرته. فعلا الجيم هذا يعني كل الثنائيات ما قصرت الا كيرو وسراب نازلين لي في الثلج وفاتحين لي 97 صندوق على الفاضي، بس باقي الثنائيات والله كلها عظيمه. في تحسن؟ لا لا في تحسن، ولو تلعب اكثر وتجرب الابيليتيات، تلعب من غير بث وتشوف الشخصيات وتحاول تلفل الشخصيه اللي تناسب بطريقه لعبك، بيكون الوضع احسن. طيب اتوقع ان الفوز محسوم لطوني خلاص. شوف تعطي فرعون ارمراد كذا كذا كذا، روح التعاون. انا بالحالة ذا بحربة، مشكلتك مشكلتك، ما حد قالك ادخل حالك تهايط علي تقول والله انا داخل سولو. هنا ستة، هذول مو محسوبين خلاص، ما بقى من التيم الشات الا ايه، ما بقى الا ما مو بالقتلات يا شايب صح.